ما الحكمة من نزول صدر سورة العلق؟ المتأمل في هذه الآيات الخمس يرى أنها تشتمل على مقاصد القرآن الكريم، ففيها براعة استهلال، وهي جديرة بأن تسمى عنوان القرآن، كما أن فيها ما يتعلق بتوحيد الرب جل جلاله وإثبات ذاته وصفاته، وفيها من الأحكام والأخبار، كما أنها تشتمل على الأمر بالقراءة والبدء فيها ببسم الله، وفيها أيضا الإشارة إلى أصول الدين وما يتعلق بالأخبار، وذلك في قوله علم الإنسان ما لم يعلم.